والله يدعو إلى دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعندنا إيش؟ الباب الرابع. عندنا وقوله وعلامته أن يكون ماضيه، هذا علامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف. يشاز طيب، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، يعني عندنا إفعال ألف فاء عين ألف أربعة ولام لام، نعم، بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين التي هي الميم واللام التي هي الراء. طيب، يعني في هذا المثال وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، من جنس لامه، وهو الراء الثاني أو الأول على خلاف، لأن أصله حميرة، يعني في إهمار، هنا إهمار. ما هو الراء الأصل؟ الأول أو الثاني؟ فيه خلاف، فيه خلاف، لكن الاتفاق على أن هناك الراء زائدة، الراء زائدة، هذا يعني متفق عليها مسألة. نعم، وقوله وبناؤه أيضا، أي كما بني باب الإفعال، الباب السابق إفعال، صح؟ وبناؤه أيضا كما بني باب الإفعال لمبالغة اللازم، كما قال الخليل، وإذا كان الثلاثي لازما دائما كان السداسي كذلك في الأكثر، كذلك في الأكثر، لكن هذا الباب أبلغ، يعني هذا فرق، هذا الباب أبلغ. عندنا إهمار وعندنا إهمار، أيهما أبلغ؟ يقول المصنف إهمار أبلغ، نعم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له همرة في الجملة، جملة أي قليلة، يكون جاء في الجملة، في الجملة يعني كن جاء هيك كميتة يستن. ويقال إحمر زيد إذا كان له همرة مبالغة، حمر قو في الجملة، إحمر قو مبالغة أي كثيرة. ويقال إهمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة، يعني مبالغة بفت مبالغة، صح؟ أي كثيرة جدا، حمرة في الجملة، إهمار نعم مبالغة، يعني كثيرة، إهمار يعني كثيرة، يعني سواري وازولجو، إهمار يعني كثيرة جدا، كثيرة جدا. فالمعنى أن في كل منهما مبالغة، لكن مبالغة إهمار أكثر من مبالغة إهمار. بنوني مثل مبالغة مر إهمار اسمه زاد مبالغة. نعم صح، لكن يفترق إهمار في الدلالة على حصول الهمرة مرة واحدة، هذا دلالة أصلا، مع ثبوتها دون تغير من حال إلى حال، صح؟ يعني إهمار في الدلالة على حصول الحمرة مرة واحدة مع ثبوتها وثابت، صح؟ دون تغير، يعني لا يتغير، إنما نقول إهمار، يعني هذا إهمار يشوف أزول، لا يتغير، صح؟ من حال إلى حال، بخلاف إهمار فإنه يدل على حصول الحمرة مع عدم ثبوتها، يعني يقول شنو آسان؟ باتشي؟ يعني يكون ساتشنوي آسان تكي هنا، فهمتم؟ هذا فرق بين إهمار وإحمار. قال ليس قد إهمر الشيء إهمرارا إذا لزم لونه فلم يتغير من حال إلى حال، هو لا يتغير، لكن أقول إهمار يحمار إهمرار إهمرارا إذا كان عرضا حادثا أي طارئا، يعني قنصت قاسي وازو أتي قاسي بيكا يركان شرارة كسان بوشنا بازل كسان باتشون نارملي بيوان بانيس نانجس بروا بس نقول إهمار وجهه، هذا أفصح، هذا أفصح يشو صحيح يعني أفصح شو يجلس منه إهمار وجهه كيس سو قوت يبيغس بابس نارو، نعم.
لا يثبت، هذا لا يثبت. يروج ثابت كقولك جعل يحمار مرة ويسفار مرة. يعني سجو اتي اصلا لودر اتي اصلا وازو هذا. والان الفعل الرباعي المجرد يتسام كي بورس. الفعل الثلاثي المجرد كم بابا لها؟ ستة. ما هي؟ فعل يفعل يفعل اين؟ وهناك الفعل الثلاثي المزيد فيه له 12 بابا. طيب ما هي؟ هذا يحتاج الى المراجعة، هذا يحتاج الى المراجعة لان هذه الابواب كثيرة، يحتاج الى المراجعة. طيب ننتقل الى الفعل الرباعي المجرد. طيب وواحد منها أي من علوم الصرف، من علوم الصرف. وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد ووزنه فعلل يفعلل فعللة أو فعلالا كما نقول ترجم يترجم ترجمة أو ترجاما صح له مصدر. موزونه دهرج يدهرج. إيش من دهرج؟ كان تكون جزء داكدون، مگر يمي انداز سو سوچور هوا واپس چرن بيرد كين چاسان تحتيل داكدي دمان چ تك ماش داكدي وان سوچور واپس هوانين مگر تش داك پون ديون دهرج دهرج نه گول كير تس پگناون دهرج يدهرج دهرجة ودهراجا. وعلامته ان يكون ماضيه على اربعة احرف بان يكون جميع حروفه اصلية. طيب ان دهرج عندما نحذف دال انتهى المعنى، ليس له معنى، ليس له معنى دهرج. لا نقول هرج له نفس المعنى، لا، هناك هرج موجود في الثلاثي المجرد لكن لا يأتي بهذا المعنى صح. دهرج له معنى خاص. وبناؤه للتعدية غالبا صح. وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دهرج زيد الهجر. ومثال اللازم دربخ زيد. دربخ زيد دربخ هكذا يعني طهن قالوا قبون طهن صار جيكيو طهن قالوا جيكيو. نعم. وواحد منها أي من أبواب علم التصريف الخمسة والثلاثين. شيخنا وانا قلت أتكوز أبواب يم مغر يمشي عم قد زيادة أبواب للفعل للرباعي المجرد خلافا للكوفيين إذ زعموا أن الفعل المجرد لا يكون إلا ثلاثيا. طيب يعني هنا خلاف. الكوفيون يقولون الفعل المجرد لا يكون إلا ثلاثيا، فإما مجرد إما مزيد فيه صح. لكن ليس هناك الفعل الرباعي المجرد صح. والرباعي الذي على وزن فعلل كدهرج جسكي دهرج مزيد عندهم، هذا مزيد عندهم صح. وهو مذهب ضعيف، مذهب ضعيف يزعيف مذهب. ايش معنى مذهب؟ راي راي. هذا راي ضعيف، هذا راي ضعيف. طيب كتس اثنين عرض اصلا اصلي ز چونکہ فعل لا اصل چھنا فا عین تلام اصل چھ وزن یہے پچھو مسئلہ ات کیا کرو وہ ایڈس ات رو لام کو بیا خرف یہ چھ فعل لس مگر یم پت مثال تہ مس نے اس نو سوی اینڈ خرف ریپیٹ کی جس دہرج ات پچھو دہررا مگر فعل لا مس کی ہمش لام یم اخر چھ یہے سوی کر کو بیر پیٹ فعل لا هذا يحتاج الى لام اخر الى لام اخر بیکے ونوسس بيم اكو اسكي هنتنات فعل لا سيلا لامي. نعم. ووزنه فعل لا يفعلل فعللة وفعلالا. فالاول فعل لا مقيس، هذا مقيس. ايش معنى مقيس؟ مطابق للقاعده، مطابق للقاعده في المضاعف وغيره. مضاعف اسمستي ام بغيت مضاعف يعني يثمز اكي جنسي كاسن زحرف تشتي أولاً ما قوله باب واحد؟ أي نعم. وقوله وهو باب واحد حشو،
هذا حشو. ايش معنى حشو؟ يعني هذا قلم زائد. هذا قلم زائد لماذا؟ قال المصنف وواحد منها. واحد قال هذا قال واحد، فلماذا قال مرة أخرى وهو باب واحد؟ فهمتوا؟ يعني الشيخ هنا قلت وواحد منها للرباعي المجرد، قلنا مصلك لير أختشو رباعي مجرد. فاتونا بي وهو باب واحد. شو مزيد؟ فهذا كلام زائد. يقول حشون هذا كلام زائد. حشون يعني يعني وهو باب واحد حشون يعني يسجي زائد كلام. تكازي يغني عنه قوله قبله. يس أمرون قول من سوش أمنشن يعني سوش أمن بيني أذكران زي وواحد منها للرباعي المجرد. فلا نحتاج إلى القول الآخر وهو باب. أي نعم. وقوله وزنه فعل لا يفعل فعللة وفعلالا، فالأول فعلل مقيس مطلقا مطلقا ها في المضاعف وغيره مضاعف اسمستي والأنبغرتي، والثاني فعلال سماعي هذا سماعي إلا في المضاعف فهو مقيس. يعني فعلال شو أصل سماعي يتمطلقا عمضا فعلال تمازر اسمانو يأتشي تمازر مهان تأتيك مقر مضاعف يسأسي تحمس شو فعلالتي وان ماني اسوچ مطابق للقاعده. طيب سمجون هل فهمتم؟ والثاني فعلال سماعي يعني اصل شنو مصدر شنو اصل مصدر كان مگر سماعي اعتبار شو يعني اربو شكر مت كون جاي بحثيتي مصدر استعمالي تدي مگر اصل شو فعلالتم الا في المضاعف مگر مضاعف اصدر شو فعلالتي وان ماني مقيس مضاعف مضاعف اگر شو أصل فعلالة؟ فعلال شو سماعي؟ فعلال شو سماعي؟ أما المضاعف من الرباعي المجرد فله مصدر ثالث. تعتيك؟ سماعي وهو فعلال، هذا مصدر ثالث للرباعي المجرد. ما قال مضاعف يسايس. مضاعف. مضاعف يعني نعم. ديسي زلزلة شو هيسي؟ بفتح الفاء نحو زلزلة. هنا زا زا. زلزلة أو لام لام. صح؟ يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا واشترى مصدر زلزلة يش أصل وزلزالا هذا سماعي هذا سماع لا هذا أصل زلزال مقيس لماذا؟ أسمعنا مضاعف اسمه مقيس مضاعف أندر تشوف فعلال مقيس وزلزال هذا سماعي هذا سماعي في المضاعف وقيل فعلال اسم لمعنى اسم لمعنى وقوله موزونه موزون من فعل نعم ان نقول فعل لا يفعل فعلله موزونه اذا مثال دم كسوزن دهرج يدهرج دهرجة ودهراجا لكنه لم يسمع فيه دهراج لم يسمع فيه دهراج لان المصدر فيه دهراج سماعي سماعي لكن لا يسمى دهراج اسمه هو دهراج مغر شنو بوزن امدن هو استوى اصل مصدر شو كيشو دهراج صرح بذلك غير واحد كالصرافي وابن يعيش يمش امي صلاح كرمزن وقد سمع في نحو صرحف يصرحف صرحفة وسرحافا صح اتمطلق شو يعني يا امطن جاء سرحاف مصدر لهذا فلو مثل به لكان أصوب يهو يوسي أريد مثال ديات كيف أخذ أمد بوزن سرحاف تمزدر دهراج شنو دهراج أمد بوزن كيف كما في قول رؤبة قنازعا من زغب خوافي لم أجد يعني لم أفهم بالطبع معنى هذا البيت هذا يحتاج إلى البيت السابق لم أفهم هذا لكن المسألة يعني أصل جنا سامجون سوشو يجي سرحفته سرحفته مياسا كورتم سوند بهترين غزوك اهتمام سرحف يسرحف يعني أحسن غذاءه سرحفته أي أحسنت غذاءه ونعمه صح وفيه ما شئت من سرحف سرحف هذا مصدر سرحف يسرحف تريك أصواب أو سيجي شيخ ديا مثال يهي طيب تكاي شيخ شنو سامجان اصل كيا اساس شو فعلال تي مصدر مگر مثال دسن كوس دهرج يدهرج دهرج ما راه شنو دهرج امد بوزن لذا صرحف اوس مناسب وقالت جاريه قد صرحفوها اي ايما صرحافي قد صرحفوها
جدي تم هذا سكور تم سوند غذا أي ما سرهافي يعني يست أحسن غذا تم كور سرهافو ها هنا سرهاف إيش معنى أحسن غذاءها أحسن غذاءها وصرحف نعمة الغذاء صح ذكره في العين يقال سرحفت السبي أي أحسنت غذاءه ودهرج يعني بيعشان دهرج يدهرج دهرجة دهرج مصدر الدوران يعني دوران يعني تدوير كان شيء غول غول بقناهم دقديدي بقناهم دوران والمدهرج المدور المدهرج أي المدور يوزن بقناهني دهرجه أي أداره على نفسي يعني يتبرهم بانزن شو مسنكيا يعني بانس بانس بنا وارد جاد بحسر يتون شيء هو شيء زمان داك ومن الرباع المجرد نهو خضرم يخضرم خضرمة هل سمعتم كلمة مخضرم مخضرم هذا مشهور نعم مخضرم أي نعم مخضرم من هم مخضرم هم كبار التابعين كأويس الكرني مخضرم صح يعني هم لم يلقى النبي لكن آمنوا في أحد النبي صح يعني هؤلاء أشخاص يسمى مخضرم مخضرم خضرم يخضرم خضرمة خضرم الأذن يعني ونشوان خضرم الأذن يعني كانت ساتون بطهم سايزان خضرم الأذن يعني قطع أذنه صح؟ يعني الناس بره كانت ساتون ستون بطهيزان هذا يعني خضرم خضرم طيب وما قد مثلا مخضرم تكازي تشواسان الدرميان امتشنا بايق مرسوبني دورتنا إيمان أون متن مگر ملاقات ناسان فهذا مخضرم فهذا مخضرم عندنا فرطح يفرطح فرطحة يعني بسطة فرطحة يعني توت وهراون فرطحة يعني توت وهراون نعم نقول فرطح الرغيفة أي بسطه سيره عريضا بير بناون بطل باكستان توت عايشتت أفرقاشي باري فتا بير توت ومما ورد في التنزيل بعثرة بعثرة صح بعثرة هذا أصله بعثرة يبعثر من الفعل الرباعي المجرد بعثرة يبعثر بعثرة طيب ولم يرد إلا مبنيا للمفعول هذه الكلمة لم ترد إلا مبنية للمفعول لأن شامو القرآن نستريف مفعول استعمال كارنا مفعول مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله كما في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت بعثرت أي فرقت شتتت قبرين فارناونا بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور صح فهنا بعثر وليس منحوتا كما زعم الزمخشري يقول هذا منحوت يعني شامل بناونا فهذا جامد لا هذا ليس جامدا لماذا نقول هذا جامد هل هناك دليل لا لكن الزمخشري إمام في اللغة طيب لكن الأصل أنه ليس منحوتا أنه ليس منحوتا مع أن الزمخشري عالم في اللغة وضال في العقيدة صح؟ لا. ضال في العقيدة ومما ورد منه في التنزيل نحو وسوس توسوس أو يوسوس وحصحص وعسعس ودمدم هذه الكلمات كلها وردت في القرآن وسوس هذا مشهور الذي يوسوس صح فهمتم يوسوس هذا مضارع من وسوس هو وسوس يعني هو وسوس يوسوس يعني هو من الشيطان الشيطان يوسوس في صدور الناس ها هناك توسوس يعني عندما نضيف الى المؤنث توسوس يعني هي توسوس صح هل ورد التوسوس في القران توسوس توسوس هناك أذن توسوس أظن أنني قد سمعت في مكان ما نعم نعم ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نفسنا مؤنث طبعا توسوس بنا صح يعني أشكر إنسان بعد أو أشيء تبعد جت تهون نفس كه وسواس شو ترابان ما توسوس به نفسه
طيب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك يوسوس. طيب حصحص عندنا حصحص كما جاء في القرآن حصحص كما يعني حصحص الحق حصحص يعني لا لا حصحص لا لا في سورة يوسف ورد هذه الكلمة. انظروا هل عندكم جوال؟ نعم هذه الكلمة وردت في القرآن. أي نعم قالت ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق الآن حصص الحق يعني ون حصى قيبوز قد ظاهر يعني نخر أنا حص حصى نخر أنا نتر أنا ظاهر قصم حص حصى الحق. طيب قالت الآن يعني إيش حصحص الحق حصحص الحق نعم نعم وعسعس والليل إذا عسعس أسلوه عسعس لكن نقف بالوقف نقول عسعس. طيب عسعس يعني جاء والليل إذا جاء أو إذا ذهب له معنى يعني عند المفسرين والليل إذا عسعس يعني والليل إذا جاء أو والليل إذا ذهب صح. وعندنا الكلمة دمدم دمدم يعني أذاب كرم أذاب كرم أرجف الأرض بهم يعني تهند زمين بوس كرنتم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. طيب وثلاثة وردت بالبناء للمفعول ترش قمتن ها مبني للمفعول توارد يخرج أصلي وردت وردت ها وهي زلزلوا ها زلزلوا في القرآن وزل إذا زلزلت أصله زلزل يزلزل زلزلة أو زلزالا أو زلزالا صح. ولذا نقول سورة زلزال سورة زلزال سورة زلزلة له هذه الأسماء. طيب زلزلوا زلزلت زهزح كما في القرآن فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني زهزح يعني أبعد يمدور رأيت هون زهزح يمدور رأيت هون جهنم نشن. وعندنا كبكبو كبكبو يعني بوتي كاخري تسنين كون مصدر ايتن چونك قران تام چون فبوك يعني نعم كبكبو في النار يعني كفار حسين نار اسندر بوتي كاخري تسن. طيب كبكبو فيها هم والغاوون سورة الشعراء فكبكبوا فيها يعني فكبكبوا في النار في في جهنم هم والغاوون أي أو ضالون. وورد فعلال وفعلان من المضاعف في نحو زلزال ووسواس صح. وفي هذا البناء بحث يطول بين البصريين والكوفيين لا يأتي في هذا المختصر. وقوله علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية وهذا يعرف بألا يسقط حرف منها في جميع التصاريف لا يسقط. ألقوا دهرج يدهرج عندما نأمر نقول دهرج صح. ترجم ترجم هذه العبارة بعض الطلبة يقولون ترجم هذا خطأ هذا خطأ صح. الصحيح ترجم هذا أمر يسمى بك حرف وسكينة فهذا يعني أصل نعم إلا لعلة تصريفية فلا يمكن أن تسقط حرفا من نحو دهرج لا يمكن هذا. وإذا أسقطته ذهب معنى الفعل بخلاف أفعل بخلاف أفعل صح. هو مزيد ثلاثي مزيد في أفعل يمكن أن نهزف الهمزة فنقول فعل له معنى. وفعل يمكن أن نهزف العين فعل له معنى. وفاعل يمكن أن نهزف بعض الحروف فيأتي بالمعنى فهي مزيدة بحرف. وقد اهترز عنها بقولي بأن يكون جميع حروفه أصلية
نعم كم؟ طيب. وقوله وبناؤه للتعدي غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دهرج زيد الحجر إذا دوره، ومثال اللازم نحو دربخ زيد إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره ليسترخى. يعني مثلا قال سويت بيت ثوي اور پنن کمر تایل ليسترخيه تاکي صبح آرام سان پتر صح ليسترخيه. وقال رؤبة ولو نقول دربخو لدربخو لفحلنا اذا سره التنبخو. الي سمن ونان چو کیا امي اي بيوتي دربخه يو دربخو کیا گو کمر بچاون قال ثون بون آرام سان بيهم آرام سان لي استرخي انا آرام سان بيهم. الي سمن چمن دربخو لدربخو الي سمن بيو سامي اي يم بيهن امي اي كمل لفحلنا پنن اونتن إذا سره التنوخ إذ سره التنوخ تكاجة تمشو يعني بسن قسان يتنوخ يعني أمي آي آرام كرم. نعم نعم إذ سره التنوخ يعني أمي آي بهن تنوخ يعني البروك بهن صح بروك يعني بهن. لكن ذهب ابن فارس في مقاييس اللغة إلى أن الدال في دربخة زائدة، هذا خلاف صح. يقول دربخة أصله ربخة صح؟ إذ أصله ربخة. قلت وقد تكون الراء زائدة صح؟ شنان راهق زائدة استن لأنه سمع من باب فعل يقال مشى حتى تدبخ، مشى حتى تدبخ أي استرخى يعني آرام. حينئذ يكون أصله دبخة، ولذلك قال الأزهري دبخ ودب دبح ودبخ بالحاء والخاء إذا خفض رأسه ونكس بنقل بنتبي. وقال الأسمعي دبخ ودنخ. طيب هذا خلاف، هذا خلاف مذكور في مقاييس اللغة ولسان العرب والمصباح المنير لا نحتاج إليه الآن. وللرباعي المجرد عدة معان منها الجمع، الجمع نقول هرجمه أي رد بعضها على بعض. شيء سوون أخيك سبيرت. إذا شيء سو أخيك سبيرت نقول هرجمته. هرجمته أي هرجمت هذه الأشياء. مستقيم؟ نعم. وكردسه وكردسه. إذ يعني ترتيب سان شيء سوون جمع كرتن. يا منوش كردسه جو جماعة در جماعة ثمين لوك جمع كرتن. يعني أغرو بأغرو جروب فايز كرن. وعركسه وعركسه عركسه تو گنی ترتیب سان تھوی لوگ اس ترکیب اخ بناوی اچھا. وعسكر هنا واو الف لا ادري لماذا كتب واو الف، اصله اسكر ويمكن ان يقول اسكر لكن فكان ينبغي ان يكون الراء مضمومه فاسكر يعني تجمع تجمعوا صح. أسكر أي تجمع. إصابة ما أخذ منه الفعل نحو أرقبته وغلسمته أي أصبت أرقوبه وغلسمته. يعني كيف يقولون غردن تارن غردن تارن أرقوب شنو أيت أرقوب شنو أيت غردن. طيب يلي سبانو يهي غردن تارن اسكي منو تلي أرقبته يعني ابنو أرقوبة بنا وش فعل أرقبة. إيش يبنون خني يسون مثال بسم الله الرحمن الرحيم أكيد بنا وش فعل بسم الله. تاتيك لا حول ولا قوة أكيد بنا وش فعل هو قلا. إذا بتشو أرقوبة أثناؤه ما قال بنا وش فعل أرقبة. أرقبته إني مثلا مثلا قردن أي وغل سمته كلاهما في معنى واحد. وربما نحتت العرب ده ما كنت أتحدث عرب بنو متياسا نحتة قويني ها نحتا نحتا جو كيش بدن تراشم تراشم نحتا جو تراشم كن ساتش أربو تروش متكا على هذا البناء ياد بناء سبرن بناء يعني أت مازن سبرن أفعالا سماعيا نهو بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله من بسم الله فقط من بسم الله. ودم عزا دم عزا من أدام الله إزك نعم جون إزتين دايم نعم. وطلبقة أطال الله بقاءك هذا يعني
منحوت من هذه الجملة. وجعفل أي جعلني الله فداءك. الله تعالى كريم تعبر قربان. وكل عنعنة عنعنة عند المحدثين صح يقول هذا الراوي معنئن يا سوج عنعن كرنول يا فيه عنعنة كما هناك من سفيان بن عيينة لا سفيان الثوري اي سفيان الثوري اي نعم سفيان الثوري. اذا قيل عن فلان عن فلان فهو معنئن لانه يعنئن عنعنة شكرا عنعنة صح. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.